خلونا نروح للكاتب الصحفي والنائب الأستاذ مصطفى بكري، أهلا بك معنا. وبداية، إلى أين تذهب العلاقات الإيرانية السعودية أو العلاقات الإيرانية الخليجية بوجه عام؟ يعني مساء الخير أستاذ إنجي. الحقيقة أنه الواقع الراهن وما أثرت عنه حلقات التوتر في اللحظات الأخيرة بعد إعدام نمر النمر ترك ذلك أثرا كبيرا لدى الإيرانيين. والحقيقة أن الحكومة الإيرانية فتحت الباب واسعا أمام مجموعات من المتشددين لتعتدي على السفارة السعودية وتسعى إلى حرقها في اعتداء سافر يمثل اعتداء يعني مرفوضا من قبل المجتمع الدولي ولا تقره الأعراف الدبلوماسية بأي حال من الأحوال. المفترض أن السفارة السعودية هي قطعة من الأراضي السعودية، الاعتداء عليها يمثل اعتداء على سيادة السعودية. وأعتقد أن هذا الموقف لا يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية لبلد عربي مستقل وفقط، وإنما يسعى أيضا إلى إثارة الفتن الطائفية، لأن المواطنين الذين أعدموا بأحكام قضائية تستند إلى أعمال تخريبية وتحريضية شهدتها المملكة طيلة سنوات مضت، وتنفيذ هذا الحكم كان متوقعا ولم يكن الأمر جديدا بأي حال من الأحوال. أن تتحرك إيران بمنطق طائفي وتعتدي على سفارة دولة ذات سيادة، هذا الحقيقة اعتداء على كل القيم والأعراف الدبلوماسية والسياسية في سابقة. الحقيقة يعني أثارت استياء واسعا في العالم العربي والإسلامي. الأمر الثاني الحقيقة الموقف الأمريكي هذا التدخل السافر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتبرت أن إعدام 47 شخصا يعني يساعد على احتقان طائفي، هذا أمر حقيقة غريب جدا. ماذا تريد أمريكا؟ هل ترى أن أمريكا تعبث في المنطقة عن طريق إيران؟ بالتأكيد يعني أصبح هناك توافق إيراني أمريكي من بعد الموافقة على الاتفاق النووي الإيراني مؤخرا، وأعتقد أن الأيدي الأمريكية ليست بعيدة عن الأيدي الإيرانية في الملف العراقي على سبيل المثال، ما يجرى في العراق بتوافق أمريكي إيراني. وكون الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تمضي بهذا الاتجاه وتتدخل هذا التدخل السافر في شؤون المملكة وتحاول أن تحرض ضدها، الحقيقة هذا يدخل أيضا في إطار الخطة الأمريكية التي كشف عنها النقاب منذ فترة طويلة منذ عام 2006 عبر خارطة حدود الدم التي نشرتها مجلة القوات المسلحة الأمريكية، والتي دعت إلى تقسيم المملكة إلى 5 دويلات شأنها شأن العراق وسوريا وغيرها من البلدان العربية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خيرا للمملكة، الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى التدخل في شؤون المملكة بالضبط كما تفعل إيران في هذا الوقت. وأعتقد أن الجامعة العربية مدعوة للإنعقاد فورا للوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية وحقها في ضمان أمنها واستقرارها. المملكة الحقيقة وقفت مع يعني العديد من الدول التي عانت من الإرهاب ورفضت التدخل الأمريكي في شؤون مصر على سبيل المثال. نتذكر خطاب المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين رحمة الله عليه، عندما خرج في 16 أغسطس 2013 ليصدر بيانا بعد أحداث ربعة والتدخل الأمريكي والغربي السافر، وليحذر من أن من يشعلون النار سيكتوون بها. ويومها أعلن وقوفه كاملا ووقوف المملكة مع مصر في مواجهة هذا الإرهاب وفي مواجهة السلوك الغربي الذي تصدى له الأمير سعود الفيصل في فرنسا وفي غيرها، شأنه شأن تصدي دولة الإمارات العربية المتحدة دفاعا عن مصر في هذا الوقت. طيب أستاذ مصطفى، الرئيس السيسي دائما ما يصرح بأن أمن الخليج القومي هو أمن مصر القومي، هل تعتقد أن مصر الآن ليست بمنأى عن الفتنة التي بدأت إيران في إشعالها والتي ربما تؤدي إلى حرب يعني تدق طبولها في يعني كل مكان في المنطقة؟
مصر تقف في الخندق مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج. والرئيس عبد الفتاح السيسي عندما اقترح في وقت سابق تشكيل القوى العربية المشتركة كان الهدف من ذلك هو حماية الأمن الخليجي في مواجهة أي تدخلات خارجية سواء كانت إيرانية أو غير إيرانية. وأعتقد أن هدف ومطامع إيران في منطقة الخليج لا يخفى لأحد، هي لا تزال حتى الآن محتلة لجزر الثلاثة، أبو طنب الكبرى وأبو طنب الصغرى وأبو موسى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي لا تزال تردد مقولة أن الخليج فارسي وأن البحرين جزء من دولة إيران. كل ذلك وما يحدث في اليمن أيضا، عبث بوحدة الجسد اليمني ومحاولة للدخول فيه، وحديث مستشار الرئيس خامنئي، الرئيس الإمام خامنئي عندما تحدث قبل ذلك وقال نحن موجودون في 4 عواصم عربية كان آخرها هي صنعاء. كل ذلك الحقيقة ينذر بمخاطر حقيقية. للأسف نحن لا نريد إشعال حرب مع إيران، لكن إيران تسعى إلى إشعال الحرب مع العرب. أستاذ مصطفى بكري شكرا جزيلا لحضرتك.